جولة في بحيرة نظام مع قرارات السياحة. بالنسبة لهاي الرحلة كانت رحلة جدا جميلة ورائعة، والأروع ما فيها طبعا الأخ أبو ماسيس طبعا يسوي في الجو كلش حلو، زين بالشو مع أبو ماسيس صراحة ما تندمون على الآخر. قرارات للسياحة، أنا طالع مع قرارات للسياحة برفقة الأستاذ أبو ماسيس. اليوم جولتنا بدأت من زاكازور وادي الزهور، وبعدها توجهنا إلى ديليجان، والآن نحن في بحيرة سيبان. السلام عليكم أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء. سلام. اليوم يوم 14 تموز من عام 2016، ونحن في بحيرة بارس في ديليجان مع عائلة الأخ مفيد والسيد الوالد من عائلة الحمداني والأخوة معانا. جينا بزيارة إلى جنة الأرض مثل ما نقول ديليجان. ما أعرف شنو رأيكم بالمنطقة إخوان؟ والله هذه المنطقة الحقيقة مثل وصف إلا واحد يشوف، يعني الوصف واحد والنظر بالعين واحد. إن شاء الله يعني أجمل منها، ما أظن شفت حياتي أجمل منها. إن شاء الله، إن شاء الله دائما تزورون أماكن حلوة، ونتمنى كل أصدقائنا يزوروها. والاخوان ابو محمد والاخ ضيف والاخ غدير بصحبتنا وعوائلهم الكريمه. الله يسلمك. بالنسبه لهاي الرحله كانت رحله جدا جميله ورائعه، والاروع ما فيها طبعا الاخ ابو ماسيس طبعا يسوي في الجو كلش حلو، الله يخليكم زين بالشو. بالنسبه للبحيره، فهاي بحيره يعني فشي يعني ما له وجود بهاي المنطقه، غير بس انا ما شايفه بالتقارير، بس مناطق الامازون الخضار، خضار الاشجار يعكس على البحيره تبين بلون اخضر. زين طبعا هي مو خضر، لما تشيل ايدك الماء ابيض. نعم زين، هذا خضار الاشجار المحيطه بها. بالضبط. هسه لو شوف الجبال المرتفعه، جبل ورا جبل ورا جبل في سلسله جبال ما تنتهي، فمكان جدا جدا رائع وانصحكم بزيارته ان شاء الله. طبعا اكو اتصال بين الطرفين، من هذا الطرف من البحيرة والطرف الاخر. حسب التعليمات كل مرحلة شخص واحد يعبر، هسه الشخص الثاني عبر. الشخص الثالث جاهز؟ 1 minute. 1 minute. يلا. شباب عراقيين، المحاولة الأولى لهم بعبور بحيرة بارز في ديليجان. ديليجان جنة الأرض. وجه تحياتك حبيبي. حلو، المتسابق الاخير عندنا مفيد الحمداني عبر، بس لا يفلت ايده ويوقع بالبحيره.
غدير شنو رايك؟ حلو كان؟ جميل جدا 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 فوق الوصف. حي المشاهدين. انا قاوي. الزم الحبل وتقدم عليهم. اسحب الحبل اللي يمك. Gracias.